من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة بلغت مستويات متقدمة وحققت نماء في المجالات كافة، وهو ما يعكس حرص قيادتي البلدين الشقيقين على توطيد أواصر الأخوة بين البلدين وشعبيهما. إن العلاقة ما بين البلدين علاقة تاريخية قديمة تعتبر نموذجية على الصعيد العربي ما بين بلدين شقيقين، فالقيادتين الحكيمتين للبلدين لهم إرادة سياسية واحدة واجتماعات متكررة وزيارات متبادلة ورؤى مشتركة. والحقيقة أن جمهورية مصر العربية تعتبر ركن أساسي مكين في الأمة العربية، ولها مواقف يشهد لها الجميع في الحفاظ على مقدرات الأمة العربية.